Okay, hello my dear students again. So today we are going to speak about our time. So if you want to ask about time, what can I say? لو انا عايز اسال عن الوقت يا مستر اقول ايه؟ What time is it? What time is it? يبقى لما اكون عايز اسال عن التايم بقول what time is it؟ يعني كم الساعة؟ عندي يا مستر في الساعة طبعا لو انت عارف احنا عندنا اول حاجة لو انت بتجاوب عن التايم بتجاوب تقول اتس يبقى انا هجاوب يا مستر اقول ايه اتس واحط جنبه التايم عادي خالص تمام طيب انا عندي هنا يا مستر في التايم انا عندي حاجات طبعا مهمة جدا المفروض ان انت تعرفها يعني لو انا عندي الساعة على العقرب الكبير على ال 12 بنقول عليها اوكلوك عندي الساعة كمان لازم تبقى عارف ان انا عندي في صباحا وعندي مساء اللي هي الـ AM والـ PM تمام ماشي يا مستر ايه بقى اللي عندي هنا انا عندي هنا يا مستر نوعين من العقارب اللي قدامنا دي في العقرب الطويل وفي العقرب الصغير اللي هو عقرب الساعات الـ hours وفي عقرب الدقائق اللي هو المينتس ده بنسميه يا مستر الصغير ده بنسميه اللونج هاند والطويل يا مستر او العقرب الطويل ده بنسميه البيج هاند او اللونج هاند اوكي يبقى ده اهو صغير وده الكبير تمام تمام فنيجي مثلا ناخد الاكزامبلز اكزامبلز هنا اللي هي يا مستر ايه امثله What time is it? بص كده لو انا بتكلم معاك على اول ساعة خالص فين العقرب الصغير على الوان وفين الكبير على التويلف واحنا قلنا مصر اول ما يكون العقرب الكبير على التويلف دي اسمها o'clock o'clock What time is it? لو انت بصيت على التانية لو بصيت على التانية يقول لي it's a quarter past nine طب يا مستر يعني it's a quarter past nine quarter هنا يا مستر معناها وربع past اللي هي و 9 اللي هي 9 فلو انت خدت بالك هتلاقي السمول هاند اللي هو العقرب الصغير على التسعة عايز اقول 9 وربع فاقولها ازاي it's quarter past 9 it's quarter past 9 اوكي ودي الطريقة الثانية احنا عندنا كده الطريقة الاولى لما تكون الساعة بالظبط اقول o'clock وعندي الطريقة الثانية لما تكون بنسميها الساعة اللي احنا بنكتب فيها يا مستر في فرق ما بين الساعة اللي احنا بنكتب فيها اللي هي و وإلا وفي طبعا الساعة اللي احنا هناخدها الديجيتال اللي بعد كده يا مستر طيب الطريقة بعد كده نمبر 3 لما اجي اقول what time is it بص كده فين هنا التايم السمول هاند فين على 6 طيب واللونج هاند فين ها على ال 2 طب هنا يا مستر اقولها ازاي زي ما احنا متفقين يبقى هحط يا مستر اتس الاول اتس الاول وبعدين اقول ايه اتس هاف ليه هاف لان النص معناها هاف باست يعني و تو يعني اتنين هنا انا يا مستر بحسب من ورا لقدام يعني الساعه اتنين ونص الساعه اتنين ونص تمام وبرضو ما تنساش ان الات عندنا بناخدها مع الساعات يعني اقول ايه I get up at 6:30 a.m. 6:30 هي دي يا مستر الديجيتال اللي احنا هناخدها بعد كده I go home at 7:30 p.m. خد بالك برضو ان في a.m. اللي هي صباحا و p.m. اللي هي مساء تعال بقى يا مستر نركز اكتر هناك طريقتين لاخبار الوقت ايه يا مستر الطريقتين دول اول واحده طريقه الايه الدقائق اللي هي المينتس اولا ثم الساعات اللي هي الاورز مع استخدام هذه الكلمات ايه يا مستر عندي هاف ركز بقى معايا عندي هاف كارتر باست 2 طب يعني ايه الهاف هنا يا مستر اللي هي نص كارتر اللي هي ربع باست اللي هي و التو اللي هي الا فلو انا كتبتهم هنا كده يبقى انا عندي هاف اللي هي نص عندي الكارتر اللي هي ربع عندي باست اللي هي و
وعندي التو اللي هي الا. تمام، ناخد تمرين صغير خالص وبعدين نرجع نشرح الكلام ده كله تاني. اول واحدة دي يا مستر، لو ما تبص سيادتك على اللوك نمبر 1، الكلوك نمبر 1 يا مستر هنا، لما تبص معايا بص كده على اتنين مهمين قوي لازم تاخد بالك منهم، ايه هما؟ السمول هاند والبيج او اللونج هاند. السمول هاند هنا فين؟ ها على التو. طب والبيج؟ على ال6. هنا يا مستر انا ممكن اقول اتس، احنا قلنا النص هنا معناها ايه؟ اهي النص معناها هاف، يبقى اتس هاف باست 2. اتس هاف باست 2 يعني الساعه 2 ونص. طب واللي جنبها نمبر 2 دي؟ ها سهله جدا. طيب برضو هتبص فين؟ على ال عندي السمول هاند فين؟ على الناين يا مستر. طيب وفين اللونج هاند او البيك هاند؟ على الثري يا مستر. يبقى الساعه كام؟ عايز اقول 9 وربع، يبقى اتس كارتر باست 9. اتس كارتر باست 9. طيب واخر واحده دي، خد بالك ان احنا كل اللي فات قلنا فيه باست باست، عايز اقول بقى ايه؟ تو تو يعني الا. فاقول ازاي يا مستر؟ اتس ايه؟ تعال نشوف برضو فين السمول، فين السمول هاند؟ على الفايف. فين البيج او اللونج هاند؟ على الناين. يبقى دي ايه يا مستر؟ خمسه الا ربع. طب اقولها ازاي؟ كارتر تو فايف، كارتر تو فايف. طب يا مستر هنا معناها ان انا محتاج افهم انه انا عندي الكلوك، تمام؟ في عندي يا مستر، لو انا بقول يبقى انا هنا هبدا اهو، ادي ال 12 تمام، ومن جوه يا مستر هقول اهو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ادي يا مستر الساعه اهي. لو انا يا مستر بتكلم ادي الصغير وادي الكبير، يعني اللي احنا بنسميها مثلا السمول هاند والبيج او اللونج هاند. في الحاله دي انا محتاج اعرف ده فين وده فين. هنا يا مستر احنا هنشرح الديجيتال بنكتبها ازاي، ازاي بنكتب الساعه الرقميه. كل واحد من دول بخمسه، تمام؟ فال12 من ال12 هنا يبقى 5 10 20 25 30 35 40 45 50 55 and o'clock. يعني كده تبقى الساعة مظبوطة، كل فاصل من ده بخمسة. اوكي طيب في الحالة دي يا مستر اقول ايه؟ 3 o'clock يعني الساعة 3 بالظبط. لو جه العقرب هنا بقى، لو جه العقرب هنا واخد كده يبقى 3 5. طب لو اخد على اللي وراه يبقى 3 10. لو اخد على اللي وراه يبقى 3 15. اخد على اللي وراه يبقى 3 20. اخد على اللي وراه 3 25. اخد على اللي وراه 3 30. اخد على اللي وراه 3 35. اخد على اللي وراه 3 40 3 45 3 50 3 55 and هيتحرك بعد كده يروح على الايه؟ على الفور على طول، يبقى 4 o'clock. اوكي ده بالنسبه للساعه الديجيتال يا مستر. تعال نشوف كده بقى سام براكتس اهو. لو انت خدت بالك بقى بعد كده اللي انا كنت لسه بقولها حالا، بس هجيبها ازاي؟ بص مثلا نمبر 1، شوف كده فين العقرب الصغير، هتلاقي العقرب الصغير على الفور. طب والكبير؟ برضو على الفور. طب انا هعملها ازاي دي؟ سهله جدا، يبقى اتس فور واشوف الفور عندي هناك. الفور عندي هناك هتبقى بكام؟ ها 5 10 15 20. يبقى هنا يا مستر يبقى اتس 420، يبقى اتس 420. طب واللي جنبها؟ ها 2 والناحيه الثانيه على ال6، الناحيه الثانيه على ال6. يبقى اقولها ازاي يا مستر؟ اتس 2 30 2 30. لو رجعت ورا هنا اهو هتلاقي هنا يا مستر اهو ها
ال 6 بكام؟ ب 30. نمبر 3 اتس ايه يا مستر؟ شوف اللونج فين والسمول فين؟ هتلاقي ان السمول على ال 7 واللونج على ال 9. طب هعملها دي ازاي بقى؟ دي يا مستر تبقى اتس 745. اتس 745. 45 يعني ارجع ورا هتلاقي التسعه يا مستر ب 45. واللي وراها ها السمول واللونج. السمول يا مستر عندي هتلاقي عندك على ال 5 وهنا على ال 10. يبقى اتس 510. تعال بقى نشوف يا مستر هل هنقدر نكتب الكلام ده عندي بالطرق. تعال نشوف يا مستر هنكتبها بالطرق ازاي. نمبر 1 يا مستر فكر معايا كده في اول ساعه. اول ساعه لو انا عايز اكتب يا مستر اول ساعه اكتبها ازاي؟ تعال كده يا مستر نشوف ونفكر مع بعض. اول واحده يا مستر او نمبر 1 بيقول لي look and write the time. هتلاقي هنا يا مستر عندك 3 على وكمان على 3. يبقى هنا هقولها ازاي؟ سهله جدا. يبقى اتس 3 ها والثلاثه احنا قلنا قبل كده ايه؟ 15. دي الديجيتال يا مستر. هل ممكن اكتبها بطريقه تانية؟ ايوه لو رجعت معايا كده هتلاقي عندك الطريقه التانية. يا اما تقول باست يا اما تقول كارتر. تمام باست او تو او كارتر او هاف على حسب اللي عندك. طب هنا يا مستر لما اجي لدي هقولها ازاي؟ عايز اقول الساعه 3 وربع. احنا قلنا ربع بقى يبقى ايه؟ هقولها ازاي يا مستر؟ ها ارجع كده اتس كارتر باست واحط اللي بعدها اتس كارتر. اوكي يبقى اتس اهو يا مستر يبقى اتس كارتر ها 3 وي باست 3 يبقى 3 وي ربع. طب وهنا يا مستر ها في نمبر 2 اقول هنا فين ده يا مستر وفين ده؟ ده على الخمسه والطويل او اللونج على السته. سهله جدا يبقى اتس 5:30. اتس 5:30. هل ممكن اقول حاجه تانية بالطريقه التانية؟ يعني دي معناها ال 6 اللي هي الهاف. يبقى اتس ها اقول ايه؟ ارجع تاني اوريها لك يا مستر. اتس ها هاف باست. هاف باست يبقى لما اجي هنا اقول اتس سوري اتس اقول هنا يا مستر اتس 5 سوري تاني اهو يبقى اتس 5:30. والطريقه الثانيه اتس ايه يا مستر؟ عايز اقول 5 ونص يبقى اتس هاف باست ها 5. اتس هاف باست 5. طب وهنا يا مستر اقولها ايه؟ الطريقه دي يا مستر عندي هنا 7:20. كيف نمبر 3 يا مستر هنقول ايه هنا؟ العقرب الصغير او السمول هاند يا مستر على ال 7 وده على ال 10. يبقى اتس 7:10. اوكي طب وهنا يا مستر ها هنا هقول اتس 9. اتس 9. وهنا يا مستر عندي العشر دي لما ترجع لها تلاقيها بكام؟ ارجع كده في اللوحه بتاعتنا هي يا مستر ال 10 هنا بكام؟ ب 50 يا مستر. يبقى هنا هقولها ايه؟ اتس 9:50. اتس 9:50. اوكي تعال نشوف بقى بعد كده بيقول لي وات تايم از ات. زي ما احنا قلنا قبل كده ازاي نسال عن الوقت وات تايم از ات. عندي ليسن ريد اند كومبليت. برضو بنقول يا مستر لو انا عندي في نمبر 1 اتس هاف باست 2. اتس هاف باست 2 احنا خلاص اتعودنا عليها. الهاف اللي هو النص عشان هو على ال 6 هنا اهو وعندي العقرب الكبير على ال 2. طب دي معناها ايه يا مستر؟ معناها ان انا عايز اقول اتس 2:30. It's 2:30. الساعة 2:30. الساعة 2:30. اهو بص كده لو انت خدت بالك احنا قلنا عندنا عقربين هتلاقي الصغنن اهو على ال 2 والكبير على ال 6. يبقى it's half past 2. دي بالطريقة العادية اللي بنكتب بيها لكن الطريقة الديجيتال it's 2:30. تعال نخش نمبر 2. عايز حد كده يجاوب معايا
ويبقى شاطر. It's quarter past nine يعني ساعة تسعة وربع. يبقى it's إيه لو قلت تسعة وربع؟ ها؟ يبقى تسعة وربع يبقى it's برافو. It's 9:15. It's 9:15. أوكي. إيه تاني؟ تعالى نمبر 3. It's quarter to five. It's quarter to five. يبقى يعني يا مستر يعني الساعة خمسة إلا ربع. يعني معناها إيه برضو؟ يعني it's ها برافو. It's 4:45. أوكي؟ طيب تعال نشوف اللي وراها يا مستر. It's 7 إيه بقى؟ لو أنت مركز بص كده هتلاقي اللونج هاند العربي الكبير على كام؟ على 7. لو انت بتحسب زي ما احنا قلنا كل واحده بخمسه يبقى 5 10 15 20 25 30 ها 35. اكسلنت. يبقى 35 30. اه نكتبها كده يا مستر 35 35. تعالى هنا يا مستر اتس ايه بقى؟ السمول فين على الايت واللونج فين على السكس؟ سهله قوي. يبقى اتس ها سامع الناس بتجاوب اهي برافو. اتس ايت. اتس ايت ها 30. اكسلنت. لان السته ها ب 30. اتس 1 ايه يا مستر؟ تعالى كده ال1 ايه بقى؟ كمل اقول ايه؟ التسعه احنا متفقين مع بعض ها التسعه تبقى 45. يبقى اتس 1 45. اكسلنت. تعال بقى يا مستر بسرعه، هو هنا مديني الساعه وبيقول لي حط انت العقارب. طب ما سهله جدا. طب هنا بيقول لي نمبر 2 اتس هاف باست 5. تعال نقول كده يعني الساعه 5 ونص. يبقى العقرب الصغير فين؟ على ال5. والنص فين؟ على ال6. اكسلنت. تعال يا مستر على اللي وراها اتس 7:10. سهله قوي. يبقى 7 العقرب الصغير وال10 على العشرة. برافو. نمبر 4 اتس 9:50 ها 9 9:50. يبقى عندي هنا 9 وال50 كام بالظبط كده؟ على العشرة يا مستر. اتس 4:20. اتس 4 ها اتس 4:20 عليه برضو. ليه؟ لان الساعة 4 هنا و20 دقيقة برضو، وال4 بكام؟ ب20. اتس 2:30. 2:30. يس الاثنين يا مستر والباقي على اللونج هاند على السكس. اتس 7:45. اتس ايه؟ 7 ها 45 اللي هي كام؟ برافو اللي هي ال9 يا مستر، علشان بتبقى ب 45. اخر واحده او لاست وان اتس 5:10. اتس 5 ها 10. اتس 5:10 يا مستر. اند ثانك يو فور يور تايم اند سي يو ليتر. جود باي.